بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم كل متابعين الكرام في فيديو جديد وحلقة جديدة. يا جماعة، الأزمات الاقتصادية كل يوم بتطلع لينا طريقة جديدة للنصب، لكن اللي هقوله لحضراتكم النهاردة أبشع الطرق اللي ممكن وانتي قاعدة في بيتك تخسري بيها نفسك وحياتك وولادك وممتلكاتك وكل شيء. لو ما حذرتيش اللي حواليك وحذرتي نفسك من اللي بيحصل ده واخدتي بالك، الموضوع هيكون كارثي جدا جدا جدا. اللي هقوله لحضراتكم ده ممكن ما يخطرش على بال حضرتك، ممكن ما تتخيليش انه ممكن يحصل، لكن هو حصل وتم تسجيل اكتر من 13 حالة بالشكل ده. حالات كتيرة جدا جدا بتحصل معاها، الناس دي بتفتح الباب للحرامي بايديها، يعني انا اللي افتح له الباب وانا اللي ادخله، لانه هيكون جاي لي في صورة رسمية، مش انه جاي بيقتحم المكان عليا ولا على ولادي ولا اي شيء. هقول لحضراتكم دلوقتي ايه هي الحكايه، ومش هقول لحضرتك ولا تشتركي في القناه ولا اي شيء، ولكن هقول لحضرتك هنا لازم تعملي لايك وشير كتير جدا جدا للفيديو عشان يوصل لعدد كبير من الناس تكوني حذرتيهم وتاخدي ان شاء الله نفس الثواب. تعالوا مع بعض نشوف ايه هي الحكايه. الحكايه بتتمثل في طريقه جديده لسرقه المنازل والبيوت. الباب بيرن او جرس الباب بيرن، بتلاقي اتنين لابسين يونيفورم بتاع احد الشركات اللي بتصلح الفلاتر، او انه ممكن يكون بيصلح جهاز تاني هو معروف عندك في البيت، بس هو اللي منتشر دلوقتي اليومين دول انه في الاول بيجي لحضرتك مكالمة حد بيسألك عن الفلتر وحضرتك عندك فلتر والنوع اللي موجود عندك ايه، وانه هو عايز يبيع لك فلاتر. وطبعا كلنا بيجي لنا المكالمات دي. هتقولي بقى هنا هما بيجيبوا الارقام بتاعتنا منين؟ هقول لحضراتكم والله ما عارفه، انا نفسي ناس كتيره جدا من الناس دي بتتصل بيا من شركات فلاتر، انا هركب لحضرتك وحده تنقيه مياه، فلتر 7 مراحل 6 مراحل مش هتفرق. فانا لو عندي فلتر هو بيسالك انت نوع الفلتر اللي عندك ايه، بيبدا بعديها على طول بكام يوم يبعت لحضرتك حد لابس يونيفورم لشركة لتصليح الفلاتر، وبيقول لحضرتك انه احنا صيانة دورية بتيجي لفلاتر المياه، يعني صيانة فورية بتيجي للفلتر بتاع المية، جايين نصلح فلتر المية. انا ما طلبتش حد يجي يصلح لي فلتر المية، فهيقول لحضرتك ان دي صيانة دورية مجانية للحفاظ على الاجهزة، ولو لقينا انه الجهاز محتاج شيء يتعمل عليه صيانة هنعملها لحضرتك مجانا. حضرتك هنا طبعا هتفتحي له الباب بكل حسن نية، هيدخل عادي جدا على انه داخل يصلح الفلتر، هيسأل حضرتك الفلتر فين، هتدخليه للمطبخ عادي جدا. طبعا حضرتك ممكن ما تقفيش معاه او حتى تقفي معاه، هيبدأ حد منهم يبدأ يفتح مع حضرتك حديث او كلام. التاني في اللحظة دي بيكون بيتعمد فورا انه يلهي حضرتك او يشغلك في الكلام، في اللحظة دي بيتم تخديرك تماما. هتقولي لي طيب هو ممكن لا قدر الله لو عمل كده هو يعرف مين اللي موجود في البيت؟ هقول لحضرتك بمنتهى البساطة ده مش حرامي أهبل، يعني هو مش جاي للبيت بطريقة عشوائية، مش بيخبط على باب شقة علشان خاطر يجي لحضرتك. هو بيكون مراقب البيت، عارف انه انتي سيدة او ربة منزل، عارف ان زوج حضرتك نزل، عارف ان الولاد مثلا نزلوا راحوا المدارس، وعارف ان حضرتك لوحدك، او حتى لو معاك طفل لا قدر الله او اتنين عادي جدا انه يخدرهم، مفيش اي مشكلة خالص. الحكاية دي حصلت لسيدة والسوشيال ميديا كلها تعتبر عرفت الحكاية دي. كانت الست دي موجودة في بيتها هي وبنتها سنها 11 سنة، وبالفعل دخلوا وعملوا معاهم نفس الطريقة دي، وبعد كده بدأ يدور او بدأوا يدوروا في البيت على الذهب، فلوس، اي شيء. وبعد كده الست دي كانت لابسة ذهب، اخدوا الذهب اللي كان معاها، حتى الحلق اللي كان في ودن بنتها خدروها وخدروا بنتها ورموهم في الارض وجريوا بسرعة. ازاي خرجوا من باب العمارة؟ بمنتهى البساطة وخرجوا عادي جدا، وكمان قابلوا صاحب العمارة وفتح لهم الباب عادي جدا، ده بحسب كلام او على عهدة الست اللي بتحكي الكلام ده. بتقول انهم اخدوا الشاشة ونزلوا بيها، ولما قابلهم صاحب العمارة قال لهم جايين من عند مين. طبعا هو كان عايز ضارب تليفون لحضرتك قبل كده، وعارف بيانات الفلتر، وعارف بعد قبل كده باسم مين ومتسجل باسم مين والكلام ده كله. فقالوا له احنا نازلين من عند استاذ فلان، والشاشة اللي معانا دي كانت المفروض ان احنا هنعمل ليها صيانة، فما نفعتش تتصلح هنا في البيت، فاحنا هناخدها للتوكيل نصلحها. فقال لهم اتفضلوا وفتح ليهم الباب. للاسف البيت ولا كان فيه كاميرات ولا اي شيء، ولا البيت ولا العماره ولا مدخل العماره ولا اي شيء. رموا البنت والست مرميين في الارض متخدرين، واخدوا الشاشه واخدوا الذهب واخدوا كل شيء ونزلوا. بقول لحضراتكم الحكايه دي لانه يا جماعه اي واحده ست مننا ممكن تقع في الموضوع ده بمنتهى البساطه. انا اللي هفتح له الباب، وانا اللي هيعتبر سلمت نفسي وبيتي وعيالي والولاد وكل شيء،
كل شيء انا اللي سلمته له، انا اللي فتحت الباب لحد انا ما اعرفوش. انا اصلا مش طالبه صيانه للفلتر بتاعي، ولو طالبه صيانه لازم اتاكد قبل كده، قبل ما الناس بيقولوا بتوع الصيانه بيجوا لحضرتك بيديكوا تليفون واتنين وتلاته وبيخكون واخدين منك رقم تليفون بيوصلوا لحضرتك عن طريقه، والمفروض انه لما يقول لك انا جاي في الطريق ما تكونيش لوحدك. اما يقول لك انا جاي في الطريق قولي له انا موجوده لوحدي في الشقه، مش هينفع. لما يكون زوجي موجود، اخويا موجود، بواب العماره، اي حد، لكن تكوني موجوده لوحدك لا. تفتحي الباب وانتي موجوده لوحدك لاي حد لا. عايزه اقول لحضراتكم انه حاليا بسبب اللي كان بيحصل ده، او بسبب اللي حصل ده والحالات الكتيره اللي اتكررت، بقى ممنوع ان عداد الغاز او اللي بيقرا عداد الغاز يدخل للبيت. حضرتك بتملي له القرايه حتى لو من تحت الباب او من البلكونه. العداد بتاع الكهرباء، كل الناس دي يا جماعه ما تدخلش بيوتكم، احنا مش عارفين مين اللي جاي ده. الناس دي على فكره ما كانتش لابسه لبس عادي، كانت لابسه يونيفورم. الست يعني اتغشت فيهم ودخلتهم بيتها وفتحت لهم الباب بمنتهى البساطه، وكمان كانت بتسال لهم يعني اعمل لكم واجب ضيافه ايه؟ اعمل لكم شاي، اجيب لكم بيبسي، اي حاجه. المهم انه انا عايزه اقول لحضراتكم هنا انه موجه الغلاء اللي بقت موجوده دلوقتي عند كل شعوب الدنيا، مش للاسف مش مصر بس، بسبب الحالة الاقتصادية وبسبب الأزمات الاقتصادية المتكررة في الفترات الأخيرة، خلت الولاد أو الشباب أو الناس بقت عايزة تعمل أي حاجة علشان تحصل على فلوس. خلي بالكم من الموضوع ده كويس. أول حاجة التانية، ما تتكلميش أو ما تخليش يعني، ممكن يكون حتى اللي بيحصل ده مش حالات متكررة من حد معين، ممكن يكون حد قريب من حضرتك. يعني ما تتكلميش عن فلوس معاكي، ما تتكلميش عن حاجة شايلها في مكان، ما تتكلميش عن حاجة هتعمليها، ما تقوليش أنا مسافرة قريب. كل الكلام ده كله بيدي فرص لأصحاب النفوس الضعيفة إنهم يعتدوا على حضرتك وعلى حياتك وعلى ولادك وعلى كل شيء. كمان يا ريت محدش يكون عارف زي ما قلت قبل كده تحركاتك، انت خارجه امتى، انت راجعه امتى، كل الكلام ده كله احتفظي بيه لنفسك. اللي بقوله لك ده هترجعي تقولي لي الدنيا لسه بخير. بكل اسف انا اسفه هقول لحضرتك ان الدنيا ما بقتش بخير ولا اي شيء. اللي احنا بنسمعه دلوقتي اللي بيعملوا فيكي ده او اللي هيعمل فيكي كده ده حد غريب اللي انت بقى ما تعرفيهوش، او ممكن تكوني ما تعرفيهوش، ان بقى فيه دلوقتي الاهل بيعملوا في بعض كده، الاهل بيعملوا في بعض كده، فخلي بالكوا يا جماعه. طيب لو انت موظفه وتخرجي بره بيتك، الولاد هتقفلي الباب على اولادك بالمفتاح، او حتى اولادك يقفلوا الباب عليهم بالمفتاح من جوه، وتقولي للولاد مش اي حد يجي من بره تفتحوا له الباب، تفتحوش الباب لاي حد ابدا غير لما تتصلوا بيا. ده لو حضرتك بتضطري تنزلي لعملك مثلا انت وزوجك والولاد بيفضلوا لوحدهم. مش من الافضل برضو ولا افضل شيء على الاطلاق انه الولاد يتبقوا في البيت لوحديهم. بصراحة شفت الحكاية دي على اليوتيوب انها حصلت بالفعل لسيدة مصرية وبنتها، فحبيت اعمل سيرش على الموضوع، لقيت ان وزارة الداخلية اصلا كانت منزلة بيان قبل كده، وكان الاعلامي احمد موسى اتكلم في الموضوع ده من كام يوم وقال بتحذير للناس كلها، مش اي حد يا جماعة يدخل بيتكو. الراجل خرج من البيت او الاثنين دول خرجوا من البيت بمنتهى البساطة والسهولة، خرجوا كمان بمنقولات الست وبذهبها وبالشاشه بتاعتها وبحاجتها عادي جدا، والراجل فتح لهم الباب وقال لهم اتفضلوا. ما هم ولا اعتدوا على حد في البيت ولا سمعوا صوت ولا صريخ ولا دخلوا البيت غصب عن الست ولا اي شيء، حضرتك فتحت لهم الباب وقلت لهم اتفضلوا اعمل لحضراتكم ايه تشربوا. خلي بالكم من الحكايه دي كويس جدا جدا جدا، وحذروا بعض على قد ما تقدروا، واعملوا شير كتير جدا للفيديو عشان يوصل لعدد كبير من الناس، وتقدروا تحذروا بعض او تكسبوا ثواب في اي حد ممكن تنقذوه من مصيبه زي دي. بتمنى كده ان يكون الفيديو كان مفيد بالنسبه لاي حد من حضراتكم وقدرتوا تستفيدوا منه ولو بمعلومه واحده، وبنتظر من حضراتكم لو استفدتم معلومه واحده يا ريت ما تنسوش تضغطوا لايك وشير كتير جدا للفيديو عشان يوصل لعدد كبير من الناس. ان شاء الله على خير، هنتقابل في فيديو جديد في امان الله.